السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل البسلة المجمدة بطريقة جميلة جدا زي الفريش بالظبط، وهنعملها بطريقة حلوة قوي تفتح النفس. معايا معلقة من السمنة، معلقة من السمنة هسيبها تسخن وهنزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة تقطيع صغنن، ماشي؟ هنقلب فيها، واحنا بنقلبها كده هنديها رشة فلفل اسود. هشوحها تشويحة لحد ما تديني اللون الغامق، الذهبي الغامق كده. هنزل عليها بكام فص من الثوم، 3 فصوص ثوم بس، هتاخد معايا تشويح 7 دقايق كده. وهنزل بفصين ثوم، بصوا كده اهي، خدت 5 دقايق بالظبط، يا دوبك دبلت. هنزل بفصين ثوم او 3 فصوص من الثوم متقطعين تقطيعه كده مش مدوقين، وهقلب وهعلي عليها النار سنه لحد ما تديني اللون الذهبي كلها هي والثوم، عشان كده ما ينفعش احط الثوم في الاول، عشان الثوم ممكن يحمر، بيحمر على طول، والبصلة بتبقى لسه بيضة، فلازم بتحطيها عند البصلة ما تاخد 5 دقايق تشويح كده، وبتحطي الثوم. هقلبها كده لحد ما تديني اللون الذهبي هي والثوم، وهننزل عليهم بمقدار قد ايه من الطماطم، كيلو الا ربع من الطماطم، كيلو الا ربع من الطماطم، على قد ايه؟ على قد نص كيلو من البسلة، على قد النص كيلو من البسلة بس، بسلة وجزر وبطاطسايه كده، يعني اقل من نص كيلو بسلة شوية، بسلة صافية من غير جزر. بسلة النهاردة مجمدة هنعملها زي الفريش بالظبط، طريقة جميلة جدا. البصلة قربت تحمر اهو، الصلصة اللي عاملاها معاكم في القناة هنا. هنزل بقد ايه الكيس يعمله بتاع نص كيلو بس، نص كيلو متسبك ماشي، انما القوطة الفريش هتحطي منها كيلو الا ربع او كيلو، انما متسبكة هتحطي في حدود نص كيلو، كيس كده نص كيلو من اللي احنا عملناه في القناة مع بعض. اول ما تحمر هننزل بالطماطم، وطبعا عشان البسلة تبقى معاكي زي الفريش بالظبط، ما بتطلعهاش وتسيبيها، لا بتطلع من الفليزر على طول على الصلصة، الصلصة تسبكت بطلع كيس البسلة من الفليزر، بتتحط وهي مجمدة، بتتحط وهي مجمدة ماشي، ما بتتحطش بعد ما سيبها على الرخامة، هسيبها شوية، لا كده مش هتبقى حلوة معاكي. يعني البصلة هي قربت تحمر، بعد كده دقيقة كده واتنين ننزل عليها بالطماطم، بصوا حمرت اهي، هنزل بالطماطم بقى، بصوا بصوا ما شاء الله عامله ازاي، لسه فيها حته مجمده اهي. لو عايزه الطريقه هسيبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله، هنزل بيها كده. طبعا مش هتاخد معانا وقت على النار عشان الطماطم متسبكه. عندي شوربة طبعا، هديها 2 كوباية من الشوربة كده، تاخد غلوة بالظبط او غلوتين، وهنزل عليها بالبسلة، وهنزل عليها بجزرتين وبطاطساية واحدة، بالبسلة وجزرتين وبطاطساية واحدة، حسب المقدار ما انتي عندك هتعمليه قد ايه. هتعملي كيلو من البسلة هتحطي له كيلو ونص من الطماطم ماشي، هتحطي له بطاطسايتين، هتحطي له 4 جزرات ماشي، او حسب ما انت عايزه الجزر قد ايه في البسلة او البطاطس قد ايه. هنزل عليهم بقى بكوبايتين شوربة، بصوا هحط اهو 2 كوباية من الشوربة، حطيتها على بقية الصلصة اللي في الطبق، وهنزل بيهم كده واقلبها. التوابل اللي هنحطها ايه بقى؟ هنحط فلفل اسود، وهنحط كمون، هنحط مكعب مرق الدجاج، هنحط مكعب مرق الدجاج. هنزل بقى بالتوابل،
يبقى معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه بصل بودر، معلقه ثوم بودر، مكعب مرق الدجاج. اقلبها كده واخليها تغلي دقيقتين بس، وهنزل بالبسلة واكون قطعت الجزر والبطاطسية كمان. بصوا غليت اهي، خدت دقيقتين بالظبط، وادي البسلة اهي لسه خارجة من الفريزر. بصي ما شاء الله، بصي مفرزاها جميلة ازاي. لو عايزة الطريقة كاملة هسيبها لك في صندوق الوصف، بفرزها بتفضل معايا لما اعملها ما شاء الله كأنها فريش بالظبط. بنفس الطريقة كده بصي ما شاء الله خضرها، وبصي جميلة جدا ازاي. بصي كل حبة بوحدتها كأنها فريش بالظبط. وادي الجزر، وادي الجزر والبطاطس، بطاطسية واحدة وجزرتين كده هنزل بيهم، وهقلبها كده هديها كمان كوباية شوربة او اتنين كده، وهسيبها بقى هدي عليها النار خالص لحد اما تستوي. احنا طبعا حطينا التوابل، فلفل اسود، كمون، بصل بودر، توم بودر، ومكعب مرق الدجاج، ماشي. الملح ما بنحطهوش دلوقتي، الملح بنحطه في اخر التسوية خالص او قبل التسوية كده بعشر دقايق او خمس دقايق، ماشي. هتاخد قد ايه على النار؟ هتاخد 25 دقيقة، 25 دقيقة على النار بنفس الطريقة كده، بس النار تكون هادية عليها. ههدي عليها النار خالص وهسيبها بقى تستوي. هحط لها الاول كوبايتين الشوربة، بتاع 3 كبشات كده شوربة او 4، اهم حاجة تكون الشوربة مغطياها بتلاتة سنتي او 4 سنتي، عشان لما تفضل تغلي هتبقى قليلة معاكي في الصلصة، لازم تغطيها بالصلصة 3 سنتي او 4 سنتي، تغطيها بالشوربة او بالصلصة. يعني لو هتعمليها بالصلصة المتسبكة هتزوديها شوربة، لو هتعمليها بالطماطم العادية من كيلو الا ربع لكيلو على نص كيلو بسلة، ماشي. بنفس الطريقة كده، وهسيبها بقى لما تستوي خالص ونرجع نضيف لها الملح. بصوا بعد تلت ساعة احط لها معلقتين من الملح من معلقة الشاي، معلقتين من الملح من معلقة الشاي، وهقلبها. هتاخد كمان 5 دقايق، يعني بعد الملح هتاخد 5 دقايق. بصي ما شاء الله، بصي جميلة جدا اهي، كل حبة بحبتها. هسيبها بقى 5 دقايق ونرجع نقدمها مع بعض. بصوا ما شاء الله خلصت معانا اهي، بصي زي الفريش، ما تفرقهاش عن الفريش باي شيء خالص. بصي ما شاء الله حبايه متكامله ازاي. بصي والسوى المظبوط زي ما اتفقنا، خدت 25 دقيقة وخلصت معانا، وبنحط لها الملح في اخر التسويه عشان ما تبقاش نازله ناقصه سوى. لو حطيت لها الملح في الاول هتنزل مش مستويه معاكي، لكن الملح بيتحط في الاخر خالص عشان التسوية بتاعتها تبقى مظبوطة. بصي ما شاء الله جميلة جدا، وبصي لونها زي البسلة بتاعت زمان بنفس اللون والطعم والريحة، تجنن. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.